أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج الحوار مفتوح. لينا عدة أسابيع نحكيو في السياسة ويظهر لي احنا قلقنا وانتم قلقتوا من السياسة. اليوم اخترنا موضوع اقتصادي، موضوع اقتصادي اللي هو عنده أهمية كبيرة ياسر، وتتفهموا علاش، على حياتنا اليومية. موضوع اليوم هو التعويض في الأضرار الناتجة عن حوادث المرور. ربي بعد عليكم كل شر. باش نحكيو في الموضوع هذا لدينا اليوم رئيس هيئه الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسيه، ونبيل انسيست باش ما ننساوش بالبلاد التونسيه. مرحبا بك يا نبيل. مرحبا سعيد. هاي سيدي لو بريزيدون ديز اكسبير كونتابل. باش نحوال لاسيورونس سيكتور ديز اسيورونس، انت كاكسبير كونتابل شنو تعقيبك؟ مشكور سيرياز. أنا أقول إحنا كخبراء محاسبين تعاملنا مع شركات التأمين عادة يتم في ثلاث مستويات. مستوى أولي في كل ما هو إعداد قوائم مالية وإفصاح مالي وغيره، خاصة إذا كانت تكون مدرجة في البورصة، التدقيق ومراقبة حساباتها. وهناك جانب ثالث عادة تقوم به الهيئة كهيكل، هو تناول إشكاليات التأمين كفاعل أساسي في الاقتصاد التونسي. هذا باش نكون مداخلتي في ثلاثة نقاط هذه. أولا فيما يخص كل ما هو إفصاح مالي وغيره، الحاجة الباهية وأنه أفردنا في مستوى الهيئة ومجلس المحاسبة عندنا معايير خاصة بقطاع التأمين. هي نظمت زادة قبل جبتها الكونسيداسيون سي لطفي، نظمت شوية الفاسون اللي تسد بها الحسابات، وهذا كيعطينا كومبارابيليتي مقارنة في السنوات وفي السيكتور، وحتى بالنسبة للمؤشرات نجموا على الأقل في مرحلة أولى غيركم اللي زا فينونسي نلقاو المعلومة هذه. من نوع نجيو للكونترول والتدقيق في الحسابات، فما شوية دي مسير أخذ ورد وجذب وغيره فيما يخص لي بروفيزيون، فيما يخص معناها الكالكول بيد جبدنا على توسكي أكتوعيا، معناها لي بريم وسينيستر، وحتى وصلنا في السيستيم دافورماسيون ساعات ماذا بينا ندخلوا شوية في الفاسون اللي نحسبوا بها البريم. سو نيفو لا دونك عادي جدا، وهذاك دورنا، ولكن على الأقل وتوجهنا بمطلب رسمي في البيبيذا للسي جي آ، نحبوا طريقة تعيين مراقب الحسابات تكون فيها أكثر شفافية. توا ما شاء الله خذينا قرار رسمي في الجلسة العامة الخارقة العادة للهيئة على أساس وأنه التعيين يصير عن طريق كاي تشارج. تكون يصير فيه تداول، وكل أسيرونس يكون فيها على الأقل دو كوميسيير كونت بوغ أفوار دو أفي كونتراديكتوار. هذا إن شاء الله مساهمتنا على الأقل في شفافية التعيين. وزدنا طلب ملاحظة زاد نشوفوا مع الهيئة العامة وحتى مع الابتزاز زاد بيان سور مع جامعة شركات التأمين فيما يخص محاولة إدراج داخل مجلس الإدارة عنصر اللي نسميه المجلس عضو مجلس الإدارة مستقل ادمنستراتور انديبوندون، لأنه بزاف باش نقوي ولا بون غوفرنونس في السيكتور نتاع الأسيرونس، وهي بون تجربة عالمية وماشيين فيها، وحتى لي سيركولير بون سونترال كل شيء خرج في الموضوع هذا. يلزم ناس مختصين ماهمش انتيريسي بالريزولتا نتاع الأسيرونس وعندهم أموندا واضح باش يجيو باش قدوة إذا كان فما أكسيونير ادمنستراتور ممكن ماهوش متضلع في الميدان وغيره، بحضور الناس هذوما خاصة في الريسك كي ريسك على الاقل، يقول بون على الاقل فادوني وانهروني ونبهوني. بقى توا الموضوع اللي نحبوا نحكيو فيه كوزن اقتصادي وكمقترحات ومعناه وكونستا لبعض الصعوبات، نقول سي فغي هو بادره طيبه انه المنظومه تخدم عليها وتخدم عليها زاد بحق يبي لا بارتيسيباسيون اونيتي با لا مي يخطون اللي نسوش شفناهم عندنا فيهم شويه ما نقولوا. احنا حبينا مجله التامين كلها يصير لها مراجعه عامه. اليوم قطاع التامين نحسوا انه الكود معنا مجال التأمين ماهيش مواكبة التطورات اللي صارت وخاصة التطلعات اللي نستناو فيها. في باب هذايا فما ثلاثة جوانب هامين. الجانب الأول بالنسبة لنا احنا المؤسسات التأمين قوتها في الاقتصاد وأنها تلم الادخار خاصة في البرانش معنا في تأمين الحياة. وهذايا يلزم نخدموا عليه طول اللي احنا اليوم فيه، يسمى مش خايب خاطر تحسن في فترات معناها كريشاندو معناها طلع التحسن بتاعه، ولكن أون بو أفوار
خير معناها تو هذايا في معناها البورتفوي نتاع لاسيرونس اللي هو مخصص للتامينات الحياه هذايا. ونطلبوا باش نخدموا على الموضوع هذايا زاده يلزم الواد فينانس والواد فينانس كومبليمونتير تمشي في تشجيع شركات التامين في الديفيسكاليزاسيون نتاع لي كونترا اللي حشنا بهم اللي قويوا الموارد الذاتيه واللي هما باهين ليكونومي ونلقاوهم وقت الشده حتى بالنسبه للميزانيه العموميه والدين الداخلي. الدوله مسلفه برشا راهم القطاع المالي بصفه عامه بما فيهم القطاع التامين ومبالغ كبيره معناها الاف الملايين الدينارات. لهذا موقف اليوم الهيئة على الأقل في الموضوع هذا موقف الخاص كرئيس هيئة وأنه ماذا بينا على الأقل كليزافونتاج في سكول موجودين نوعية كونتراتوات هذوما على الأقل ما نرجعوش فيهم في المرحلة هذه. من القطاع هو ديجا تعدى فترة صعيبة 2011-2012 ما نمسوش توا الحكاية هذه والمساج نتاعي راه موجه للناس توا تحضر في لوت فينونس كومبليمونتير ماذا بينا سيرونس خليوها هي ونلقاوها في شدة ونكملوها في الديفيسكاليزاسيون نتاع البريم هذوما. منو اللي طالبينه أنه فما السيركوي نتاع التعويض كله فيه عديد الهينات. تو كنت نسمع في سرد هو شرح اسباب ومعاه الاورينتاسيون والماشين نقول راهو العمليه راهو في الميكانيزم في الاليات فما اشكاليات راهو عديد خاصه بالنسبه للباحثين الشبان وخاصه بالنسبه للضحايا اللي هما قصر راهو فما اشكاليات كبرى راهو فما ضحايا اللي كان التعويض نتاعها ومعناها مبلغ الاضرار ما فماش تناسب لعدد مانيش باش ندخل في تفاصيل كبيره. فما كمان حتى معناها كونستا هذا وانه فما باب التعويضات اجل والشفافيه نتاعو والكومبارابيليتي والكونترول على الكونترول والتداخل مع منظومه الجد القضائيه عطاها كمان حاجه صعيبه ما عادش نجم نصلحوا فيها. نزيد النقطه الثالثه اللي حاجتنا بها في التصليح بالنسبه للتامينات. اولا التفتح على التجارب الجديده فما تجربه توا صارت فيما يخص هو المالية الإسلامية بصفة عامة التكافل. اليوم الكادر نتاع التأمينات التكافل تو محضر قاعد يصير نشوفوا أنه تعاونيات معناها بالنص نتاع تعاونيات يعملوا في الأكتيفيتي نتاع التكافل وضعية غير عادية. اليوم اسكو ليزاسيونس باش يعملوا نسميوه احنا ويندو يدخلوا الشركات هذه والا هما بيدهم يعملوا شركات جديده موضوع كبير في برشا فلوس ونخافوا انه ما يكونش خاضع للرقابه اللي نعرفوها نتاع القطاع بصفه عامه. ونختم سيريات في الباب هذايا ونقول انه اليوم لي سور ميزور معناها لي برودوي فما بوكو دو بون كليون بور ليزاسيونس يلقاو في برشا برودوي ستاندار. علاش خاطر بوفوار نيغوسياسيون عندنا مع الريسيورونس ماهوش اللي زون صحبوا عليه خاصه مع مشاكل الترانسفير نتاع الدوفيز. في الباب هذايا زاد ماذا بينا شابيتر هذايا نلقاو فيه حلول وهو هذايا كل احنا فما ان شاء الله معناها جلسنا معه في برشا مرات حتى في مع السيد الرؤساء مدير عامين وكل شيء لاحظنا انه كنا عندنا رغبه باش نعملوا ممكن مؤتمر كبير على الاصلاح لا روفونت معناها اعاده هيكله القطاع كامل قطاع التامين خاطر مؤمنين به انه من ركائز الاقتصاد التونسي وخاصه في الجانب المالي نتاعو. وحاجه اخرى مؤمنين وانه العامل التونسي اليوم ولا ما عادش كيما قبل ما عادش يحب البريكاريتي ما عادش يحب العمل الهش ولا اكزيجون اكثر في كل ما هو كومبليمون سواء مالادي والا البريفويونس والروتريت نتاعو كومبليمونتير. اذا باش يجينا الوقت اللي باش اذا كان ما يلقاوش الطلب موجود عند شركات التامين باش نلقاو دوتر فون دوتر فورمول موجودين في العالم اللي هما باش يوليو يكسروا علينا زاد التعدد زاد حصلت عليه انت في هذه قبيله العدد 26 برشا ولا شويه هو جينيرالمون كي تبدا تتعدد قد ما تطيح الستركتور فينونسيير معناها يولي ما عادش فيابل. اذا هذه مجمل التحديات رؤوس اقلام لبعض الافكار وان شاء الله نلموها في معناها كما قلنا احنا مؤتمر على الموضوع هذا وفيه جميع الاطراف حاضر. شكرا سي نبيل. سي لطفي التعويض حاليا قائم في ماده الاضرار الناتجه عن حوادث المرور قائم على اللواء نتاع 1 جانفي 2006 اسكو اللواء هذه قانون عدد 86 سنه 2005 قبل دات ديفي بتاعه ابارتي دو 1 جانفي رئيس هيئة الخبراء المحاسبين يقول راهو نوزورون معناها احنا نوزورون سويتي ريفون توتال وكود جديد نتاع اسيرونس والكل فاش خاطر ما انا با بريسيزي الكود شكش كان ينجم يجيب النجم ونرجعوا له على النقطة هذه. اما اسكو دابور القانون الحالي اسكو لي ساتيسفيزون او با هو القانون الحالي بدا سي حاتم يعطي في مقارنة
للقانون الحالي مقارنه باللي كان عليه شنو القانون اللي كان اللي سبقه والوضعيه اللي كانت سابقه. من الواضح انه اذا القانون 2006 2005 واللي دخل حيز التنفيذ 2006 اهدافه الرئيسيه واضحه، هو توسيعة التغطية لأطراف كانت ما تتمتعش بالتغطية اللي كانوا يعتبروا الغير الزوجة ولا الزوج، يعني قعد كان السائق في حدود المسؤولية نتاعو، هو الوحيد هذاك يعني بور لا موراليزاسيون دو ريسك كوموني، والباقي كل ما يعني تغطية تشملهم، ولا لوا ادوبتي لو برانسيب دو نون فوت، يعني ما لوجوش فين الخطأ فما ضرر تعوض، هذا جديد ودخل في هذا الهدف الاول. الهدف الثاني اي تعميمها، لانه في كريتير تعميمها على الكل على الكل على اللي فيهم في المزارع. نرجع لك سي لطفي. لطفي نبيل نبيل الوغ ثم هالبروجي هذا شنو ريالمون لي كونسيكونس نتاعو، الخاطر ما جات اون كومباني داسيورونس على البلاتو اللي ثم امباكت فينونسيي امبورتون، ما تنجمش اليوم تخرج ديريكتور جينيرال نتاع كومباني داسيورونس ولا دي جي ا من بيرو بدون سبب نفقعوها. صحيح هو ديريكتومون باهي، انا باش نحاول نكون محايد على الاقل باسكو هو بطبيعته حتى وضعيتي محايد في الموضوع هذا. انا منهجيا ضد هالترقيع، تجي تمس حاجه وسواش تمس ما غادي توازنات وغيره، شفناها في محاولة تغيير مجال الاستثمار، في محاولة إصلاح الجي بي، محاولة إصلاح البنكي، غير سيديو رافي ستولاش معناها ترقيع بيسة مانيش مع هذا بتاتا، مع أنه قلنا قانون واحد هذا موقف رسمي تاع الورد ديزيكسبير كونتابل اليوم في البلو مارشا اللي حكينا عليه، عندنا برشا نقاط معطلة ينجم يكون باغي نرجع له، ولا تمشي تعمل قانون، القانون هذا يمس كل شيء أما ما تعاودش كود كامل، لأننا احنا في مرحلة مؤقتة، ونهار اللي باش تجي صار الهيكل على خمسة سنين من مجلس الشعب ورئيس الحكومه والجمهوريه وقتها عندها المشاريع نتاعها. سامحني معناها انت تقول تويكا المجلس لهذايا تفاسون الكل هو في البروفيزوار، هذه ماهيش بريوريتي نورمال، على الاقل 93 مشروع قانون، علاش عدي هذا قبل الاخر؟ يعطيك الصحه. وخلي اللوبيينغ اللي يخلي هذا يتعدى قبل الاخر. دوك من الزربه هذه ما تنجمش تكون انوسونت، كان شادين على هذايا هو مسبوب من جانب 2014. فيها لوبيينغ. فيها لوبيينغ كبير. انا كهيئه صابه مجلس ثلاثه مشاريع قوانين اخرى هاي ما تعديتش، علاش هذه برك تعدم له؟ معناها ما ثماش بريوريتي في تعديت هذا، وكان باش يصير انت موقفك اون تونك كوردر ديز اكسبير كونتابل انه يلزم يكون معناها اونيمي معناها كود جديد كومبليتمون في الماتيرا نتاع الاسيورونس، ما نقعدوش نعملوا في الرافيستلاج جوستومون الاسيورونس، وهاو هذا ما راهو يقتسموها بحذايا مهنيين وحتى الريسيورونس وحتى الهيئات المعنيه بالامر، رغم ان احنا نحبوا هيئه تعمل سوبرفيجن والاخرى تعمل ريغولاسيون، اليوم فما ان كومباتيبيليتي مي بين انت ماكش فافورابل ولي بروفيسيونيل نو سون با فافورابل. انا مش فافورابل 44 محامي للمندام نتاعهم باش يشوفها نورمالمون دون كيلكو جور بالقانون اللي هما مطالبين بالتغيير هذا. والله ممكن راهو انا ما نحبش نكون كاتيجوريك لهوني، الله اعلم كاتيجوريك انا راهو هما نتكلم باللي كيلكو دوني اللي عندي راهو هما مش حاضرين، ما عرفش الاسباب شنو اللي دفعتهم وانه يحبوا يعديوا كوت 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 بريوريتيرمون العمليه هذه، ما عنديش فكره الحق معناها فما دوتر بريوريتي اكتويلمون. اه وي كونسيبتويلمون بروسيدورالمون هل القوانين في اخر دقيقه؟ صراحة احنا نعرفوا بعد نقعدوا تحبنا باش نغيروا فيهم ونبدلوا. باغ كونتخ جانسيست خاصة مشكل خاطر انا عندي كان جببنا على الموضوع هذا، عندي اشكالية بالنسبة للباحثين الشبان خاصة في الصيد البحري وفي الفلاحة يقاسي مشكل حوادث المرور، وعندنا مآسي قاعدة تصير للشركات. سي نبيل عايش خويا كلامك الكل عزيز وغالي، اما مانيش باش نخرج على الموضوع، مازالوا لنا خمسة دقائق ايميسيون، نحبوا المتفرجين نتاعنا يفهموا شنو هو الامباكت نتاع هالبروجي كي ايتي بريزونتي. نرجع لك يا سي لطفي هاو كاريج وريسبكت ديما ندورو في السونس دي زيغوي دي مونتر، هالقانون هذا البروجي اللي قاعدين يقدموا فيه شنو هو الامباكت نتاعو سور لو بلان فينونسي، اولا على ليزاسيورونس وثانيا على ليزونورير دي زافوكا. القيام بدوره الفعال في الاقتصاد الوطني، اليوم عندنا بعض الاشكاليات عرج عليهم بشكل محتشم سي نبيل. مغتضب لانه هذاك الوقت تاع كونسوليدي دو قداش ابوبري في لونسومبل دي سي حاتم لو بريزيدون دي زيكسبير كونتابل. انا نقول ندعو القطاع انه يمشي في الاصلاح الشامل اللي فيه كما قلت الحوكمه الرشيده والشفافيه. راهو فما زاد جانب اجتماعي، فما عديد المؤسسات ما تحصلش على التعويضات اللازمه، كل شيء يلزم تحسين مجال التامين باش نلقاو اكل ثقه.
اذا كانت تولي عندك ثقه في المؤسسه التامين معناها يفور تابلير لا كونفيونس ما بين المستهلك اللي هو المواطن ولي كومباني داسيورانس. فوالا معل هيك. شكرا سي لطفي بالحاج قاسم مدير عام مساعد بتامينات كومار. شكرا سي حاتم عميره مدير عام المكتب الموحد مكتب بيرو 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 يونيك التونسي القومي للسيارات. شكرا نبيل عبد اللطيف رئيس هيئه الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسيه. عزيزاتي المشاهدات اعزائي المشاهدين كنتم مع برنامج خاص على السيكتور دي زاسيورانس. سيكتور دي زاسيورانس هك تشوفوا فيه بحر كبير باش ما نقولوش محيط، وان شاء الله نرجعوا له في حصص اخرى بدقه اكثر. بارك الله فيكم على المشاهده وتصبحوا على خير.